فوكاش كتعرف مواقف الرجال، مواقف المسؤولين في المواقف الصعبة، حينما كتكون، حينما يكون المال، حينما تكون السلطة، ثم كتعرف حجم المسؤول وطينته. بنكيران، بنكيران ركع وسجد أمام 7 المليون، ما ساهم فيها بسنتيم. بنكيران خذا الحرام، بنكيران خذا السحت، بنكيران قال للمواطنين الضعاف بساكن الموظفين، قال لهم، قال لهم الأجر مقابل العمل كيف في القرآن، و7 مليون ما كايناش في القرآن. فينا يا ما درتي حتى شي مجهود، علاش 7 مليون اش عطيتي؟ وكيقول لك ما عنده حتى دخل، اكتشفنا راه عنده دخل ثاني وثالث. اول رئيس حكومه كياخذ، كياخذ تقاعد ديال البرلماني واجر رئيس حكومه، وهذا جريمه. بنكيران انتهى سياسيا، انتهى اخلاقيا، انتهى دوره في المشهد السياسي، اصبح واحد الاله ديال البروباغندا، واحد الاله ديال التفكه في المنزل ديالو. انا كنقول له الا باقيك شويه ديال الجسير تحشم وتخبع، راه ما قمت به لم يقم به اي رئيس حكومه في التاريخ. راه عبد الله ابراهيم راه 3 المليار شكرتها، واليوسفي وغير ذلك، كانوا ناس متعفين، كانوا رجال الدوله، ما جاوش باش، ما جاوش باش يقضيو مصالحهم، جاوا باش يقضيو مصالح المواطنين. بنكيران في اغبى تصريح واخطر تصريح قال لهم راه جينا، جينا نقادو حالتنا. هذا هو، جاوا قادو حالتهم وظهروا حالة الشعب، الله ياخذ الحق فيهم. وثيقة صحيحة 100%. أنا كنتعجب في أن الناس ينطلع عليهم الغباء. واش ظاهرة شريف؟ بغيت نسولك، واش عمر في المغرب تزور ظاهرة شريفة؟ ظاهرة شريفة راه ظاهرة، واش يقدر شي واحد يزورو؟ وهل هناك من يقدر أن يزور على الملك؟ ظاهر صحيح، وبالكيران أصلا اعترف به، واعترف أنه كيشت 7 مليون. صور معايا 160 مليون خداها في دقة المقالة، لم يقم بأي مجهود. 160 مليون وتيقول لك أنا باغي، أنا باغي نصلح، اش تصلح؟ ما صلحتيش، ما سير صلح الكوزينة، راه 160 مليون جاتك. هذا رجل قليل الحياء، قليل، قليل الأخلاق، عديم الأخلاق، لا يفكر إلا في نفسه. وأنا كنقول له سير الملك، نهى المشوار السياسي ديالك، سير تخبع، خديتي 7 مليون زوم فمك. أنا ما عندي معاهم حتى شي حسابات، أنا ما يمكن ليش نحقد عليهم، لأن ما عندهم حتى شي حاجة علاش تحقد. وهل سأحقد على جاهل؟ هل سأحقد على واحد خدا 7 المليون؟ هل سأحقد على واحد السحت خدا المال الحرام؟ الناس كيتلاعبوا بالآيات القرآنية، الأجر مقابل عمل، من جا 7 المليون سكت، وقلنا شنو قال الله في 7 المليون؟ بدون كبر مقتا عند الله أن يقول، أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا واحد الأغبياء، واحد الجهال سلطوا على المغرب. راك شتي الحالة ديالهم، ما كاين غير التطرف، ما كاين غير الارهاب، ما كاين غير الاصلاح، اصلاحات ضد المواطن، وانتم شفتوا النتيجه. راه اخي، واش كاين شي برلماني في العالم يخلي البرلمان، كاين شي رئيس جماعه في العالم يخلي الجماعه ديالو يجي يحضر محاكمه قاتل؟ واش كاين؟ هادو الناس ما كيامنوا لا بالوطن لا بالمواطنين، هاد الناس كيامنوا فقط بالحزب والجماعه وباغيين التعويضات. راك شتي 7 المليون راه ناس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.